هذا المكان هو قلب مديرية عسيلان، حيث سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالأمس على هذه الأماكن وعدة أماكن هنا في مديرية عسيلان. مديرية عسيلان لم يبقى منها إلا مناطق قليلة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. اليوم الجيش الوطني يستكمل تحرير المناطق المتبقية في قبضة الميليشيات. فالآن العمل جاري هنا بشكل طيب، تم تطهير يعني الجهة الشمالية، عفوا الجهة الجنوبية من مدينة عسيلان، كل هذه المناطق، وتحرير بعض المرتفعات الجبلية في الجهة الشرقية. وحاليا إن شاء الله قريبا سيتم تطهير هذا الجبل الكبير أو حيز بن عقيل، هذا الحيز الذي يعتبر مسيطر في وادي بالحارث. مهمة اللواء هذا طويلة، تصل إلى البيضاء، إلى فضحة في مديرية نعمان محافظة البيضاء. هنا في مديرية عسيلان التي تحتفل بالنصر وبتحرير أجزاء كبيرة من مناطقنا، لكن هناك ما يؤرق المواطن هو ما بعد التحرير. في هذا الموضوع ما بعد تحريرها وطرق وسبل تأمينها نتحدث مع أحد قيادة المقاومة هنا أيضا ليحدثنا أكثر عن مرحلة ما بعد التحرير. شكرا جزيلا لهذه القناة والقائمين عليها، وأكد للجميع أن هذه المرحلة أصبحت بين أيدينا، مرحلة التحرير. ولكن الذي يهم المواطن هي مرحلة ما بعد التحرير، مرحلة بناء الدولة، مرحلة رفع المعاناة على المواطنين. ما نود الإشارة إليه هنا أن عسيلان تدخل في العام، لم يبقى إلا 7 أيام من دخول عام كامل من سيطرة الميليشيا على مديرية بيحان في 27 مارس العام الماضي. من مديرية عسيلان لقناة بلقيس إبراهيم حيدر.